إلى هذا عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فزعه لمقتل المئات في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مستشفى في غزة، وندد بقوة بما جرى. جاءت تصريحات غوتيريش في مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق في بكين، حيث دعا لهدنة إنسانية فورية، كما أطلق مناشدات لإسرائيل لتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة. أدعو إسرائيل للسماح بدخول مساعدات الإنسانية بدون أي قيود لتلبي أبسط الاحتياجات للشعوب في غزة. قد فهم تماما الانسياب الشديد لدى الشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتيال لأكثر من 56 عاما. قد فهم هذا الشعور تماما. أنا أعرب عن الصدام الشديد وإدانة شديدة إزاء الهجوم على مستشفى أهلي في قطاع غزة، وأدعو إلى مزيد من الأوقات لتحقيق دعوتي في مجالتين. May the spirit of this meeting help those نعمل من أن روح هذا المؤتمر ستساعد على من محتاجين لتحقيق السلام.